التعليق. مساء الخير، مساء النور، تحية لكم من شمال تونس، من بلاد الخيرات، بلاد الزراعات الكبرى، بلاد فيها برشا خيرات. لكن أنا قبل ما نوجه تحية لكل الناس اللي تابعوا فينا على الترددات، نسمعوا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوانسة اللي في المهجر ديما، والأخوة في الجزائر وفي المغرب العربي، حبيت نبدأ بمعطى مهم برشا. وإحنا داخلين مطر فيها من خلاف السوق الأسبوعية اللي تنتصب. وقتاش يا عمدة تنتصب السوق الأسبوعية؟ نهار السبت، ولا نهار الجمعة والسبت. ثم زوز أسواق بلدية، ورغم ذلك ثم انتصاب البرة، ثم انتصاب، وإحنا نعرفوا أنه تشتت العرض يساهم بقسط كبير في غلاء الأسعار. دونك يا سيد رئيس البلدية، وتوا اليوم عندنا بلديات والحمد لله منتخبة وتنجم تقوم بواجبها، لأنه اليوم هي الحكم المحلي بالفعل. دونك ماذا بينا البلدية تتحرك شوية وتقوم بالعمل نتاعها. ومن خلاف الانتصاب خليني نمري حالة السوق. أنا توا هنا في هذه المفروض اسمها سوق بلدية، نرجع نقولوا بالزنك، هذه مسقفة. دونك هذوما الناس هذوما في الشتاء باش يكونوا مغروقين، وفي الصيف يكونوا محروقين على خاطر الزنك هذاك. كيفاش سامحني؟ هي مسائل جيت بحذايا، جيت باش نسمع. هذه خادمينها على حساب الحكاية البشار، كما تشوف البشار هكاك تتصب الكاميرا عاد احكي مع العباد اللي يسمعوا فيه. قلت لك الزنك هذا العام مغطينها نحن على حسابنا نحن. هو تصبت فلوس وما ندوش فلوس وين مشت نتاع تغطية المرش. ايواش ونمشيو نفركسوا عليها مع بعض. والانتصاب الفوضوي هذا انا كنا حكيت عليه انت، هو الانتصاب في غلاء الاسعار. انا كتاو كنا نحكيو عليه. نبدا واحنا جولتنا وين هرب العمدة ساعة والنقابة نتاع الخضارة التجارة هربت انت علينا كي زرتنا عاد. لا شو كي زرتنا؟ بارك الله فيك. لا ماهيش مزيه، احنا جينا. لا والله والله عاملين عليك كيف احنا تو في تلزا كل يوم نتفرجوا فيك ونشوفوا الاسعار ونقاوموا. احكي لي على اسعار في مطر تو. بالنسبه نعرفها بلاد الخير. بالنسبه لليوم الاسعار باهي. باهي. زي مطر قبل شوي كانت ثم شوي غلاء وثم كل شيء، تو الامور ولات باهيه والحمد لله ان شاء الله. اللي وحدك انت وال المدامة؟ هاني نقضي لها طيب غادي. وراس خويا لا يعجبها حتى شيء، كان ما تبداش اي حاجه. والله كانك حاضر. ربي يعاونك. خذ لي بطاطا 980 يا عمدة. يا عمدة وقتها باش تحركوا انتم وتنظفوا الانتصاب؟ احنا والله فما مجهودات ما بين السيد رئيس البلدية والسيد معتمد ماطر في الموضوع هذا، وان شاء الله السيد الوالي قاعدين ينسق مع بعض الوحدات الامنيه، المجتمع المدني في معتمد ماطر، فما التنسيق ان شاء الله، وان شاء الله باش يلقوا في اقرب الاجال معناها حل الموضوع هذا. وخذت ربي الزياره الجايه اللي مش جيش. او سي او سي ورا معناتها الزياره الجايه سي ان شاء الله بقدره ربي. طبيعه نحبوك نحن ونحبوا قناه نسمه، نحبوا الاعلام بالطبيعه ان شاء الله. خذ لي خذ لي الاسعار هذيك. اي مرحبا. نروح نخلصوا في الاداءات، عندي باتيند نخلصوا في الباتيند والكذا نتاع المحلات التجاريه ذي نخلصوا فيها، والناس الناس بتصب فوضوي يعني بدون مقابل. انا نحكيو عليها احنا تويكا. وعدنا رئيس، اقصد اللي هو رئيس البلديه، رئيس البلديه وعدنا، لكن الوعود ما فما حد شيء منه. ربي يهدي وكا، وان شاء الله ان شاء الله تحقق. شباب باش تعطينا موتور كملوا به الجوله نتاعنا ولا قداش الدجاج؟ ايش قول لي بركه من غادي مساج، ايش قول لي؟ ايش 4200 حي هذا؟ حي مش كان 3000 ما يفوتش 3000 حي. خويا قشاره هلك تسوق قشاره وكي تذبح قداش تحت؟ 700 700 700 تريش. تريش نتاعو ربيع عامر. كل ما يعني شوفونا امور المرشي خويا، شوفوا امور المرشي. هاك تسمع يا عمده مش ايوا هاك تشوف هاك تشوف. هذا كان سلاسل علينا. كيفاش؟ كانوا عاملين سلاسل هذه مسكرين. كانوا عاملين سلاسل لواه. حدود هذيك الحدود. حدود. يا رسول الله، بلا خذك نسب الفارغه غاديك، خاطر احنا شفنا الانتصاب لبرا. وخليني بلاي نحب انا مدامني في مطر نوجه تحيه عندي اصدقاء الاخوه البوعزيزي بشير ومحمود البوعزيزي، ونقول لهم للمره الثانيه ولا الثالثه نجي لمطر، وللاسف الشديد ما نتقابلوش. ان شاء الله ان شاء الله نهار نتقابلوا وكاو. على كل خلينا نكملوا الجوله نتاعنا احنا. اي شباب سلام الله يعينكم اخويا. لا نمشي وين ثم بالله كليونات، خلينا نحاولوا نحكيوا مع العباد زاد ونشوفوا شنو هو المطر. تو مازالوا يبيعوا العسل في مطر؟ منطقه فلاحيه نعرف. السلام عليكم. كل موجوده فيها نعرف 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 الخيرات كلها هي جست تمام. السلام عليكم. قداش المعدنوس حاجه؟ لا لا ما تهربش علينا ما تهربش علينا. والله الاربعه بدينار. الاربعه بدينار. اي شنو هي الدباره؟ اعطينا انت الدباره.
اسمع رانا جايين بحذاك رانا. تفضل معايا. احنا ضياف تحكي معانا ما تهربش. كسكسي. انت معاها في الكسكسي؟ ايه كسكسي اليوم فطورنا كسكسي. اليوم الفطور كسكسي. ما ثم حد باش يعمل حاجه هكا نتاع خضره الله يعينك. تمام قداش السفناري عاد؟ الحزمه بدينار. ثم فاريات اليوم؟ فما هاني بعدت هاني بعدت الراجل قال لك ثم فاريات. اما هكا الحاله نتاع السوق الحقيقه ما تفرحش. برس اجا خذ الجلبانه سكريه ذي معلم مستوى السكريه باه الله يعينكم. هاو البردان يجي من منزل بوزلفه لهنا ويبدا ب 980 الله يعينكم. اهلا بيك. ترى نمشيو من هنا بالله يا جاسم خلينا نشوف. السلام عليكم. كملتوا القضيه صحيح؟ استنى خلينا ندور انا هكا مدام. انا قلت كلمه ما عجبتنيش والله بالحق. خير ان شاء الله. قلت في مونوبريات نقضوا قلت تمشي الخضار تاخذ سلعه شوف الميزان ثبت في الميزان. اي 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 موجوده موجوده. الخضار ثبت في الميزان والله ما عجبتني الكلمه هذيك. لا مش الناس الكل. قلتها في ناس ما. اي 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 ونعاودها لهنا نعاودها لهنا. نقضي في المونوبري يسموهم رجل وميزان رجل. اي نحكي على الميزان. اي لا ما قلناش الخضار سرق. مش الناس الكل. اي 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 هاني نعاودها لهنا. اي لا لا كلمه حق هذيك. عسلامة مدام. كملت؟ مازلنا اليوم باه قضت صحيح. ايش باش تكمل اليوم شو باش تعمل لنا؟ قد ياخذ رجيده؟ 200 على بعض. والله عندنا برشا ما سمعناش رانا الاسوام هذيا احنا في تونس مش موجوده. 200 فرن خضره مع دوس كرابس 300 وهذه هذه سلعه مطر ولا راس جبل. راس جبل خذ القارص غاديك ب 700 خذ القارص غادي ب 700 وخذ القناريه. اهلا بيك وبيك عايشك عايشك لاباس عايشك. رزينا في المكتوب ولا مش رزينا في المكتوب؟ ذبحونا بالحافي الدوله هذه ذبحتنا بالحافي. خذ البروكلو خذ البروكلو. قد ايه البروكلو معلم؟ دينار الكيلو. هاي بطاطا ب 850 جديد. هو مش تاع الفريجو. بطاطا محلية هذيك. اي محلية هذيا مطرية. مطرية 100%. 100% داكورد. قنارية 4 دينار. باهي. دار بطاطا هي من من هي هي خذ القراع الأحمر بالله خذ القراع الأحمر هي. خاطر هذاك من الحاجات اللي توا وقت الماكلة نتاعهم. قبل ما يولي الكيلو نتاعو درب قداش الله يعينك. باهي احنا باش نكملوا لهنا باش نكملوا هيك بالطماطم ب 11.80 دونك ونشوفوا من هوني البسباس قداش السوم نتاعو. خلينا اي مسالش ناخذوا البارتي هذه نتاع المرشية احنا ما خديناهاش والعمده قال لي من غد يبدا المرشي. اما للاسف الشديد هاك تشوف الحاله نتاعو هكايا. خلينا مرة أخرى نتوجهوا بنداء خلينا باش ندخلوا غاديك نشوفوا كل الطمسن والمدالينا. شوف النافيل لهنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين خبيتها هاك ستيك؟ ستيك الحليب؟ إي ستيك الحليب. ما أدري مكدس الحليب بحول الله. مكدس الحليب في مطر؟ ولا؟ أمورنا هانية. أمورنا وأسوامنا. أسوامنا والله طالعة هابطة. الاسوام شنو بتاع الخضره؟ بتاع الخضره حسب العرض والطلب. ساعات البطاطا توصل 1200 ساعات تطيح 700. هاو صاحبي بحذاك 800. 850. انا ب 980 هذه مشري ب 800. من ماتر. من ماتر. سلعة الهنا. سلعة الهنا ما ياسر نقصت بالاخص عندنا الحشيش هذاك الخضره والسلق والمعدنوس ما ثمش في ماتر. كله من راس الجبل. كله من راس الجبل. جبل. اسف النار برشا حاجات حسيت. ما ترس جبل قداش 87 كيكا؟ كيكا تام تام 80 تتكلف تتكلف. دونك هكايا احنا باش نكونوا كملنا الجوله نتاعنا في السوق البلديه ديما نقول
السوق البلديه بين قوسين. الانتساب الفوضوي. فوالا هذه الكلمه اللي نكملوا بها حكايه الانتساب الفوضوي اللي هي المعضله نتاع اغلب الاسواق في تونس، وكما لهنا في ماتر. دونك نتقابلوا غدا باذن الله في موعد متجدد. الى اللقاء.